بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب. إن شاء الله اليوم نستأنف الوحدة الثالثة، وقفنا عند التسارع وأخذنا نحن في المحاضرة راحت تكلمنا عن الإزاحة والسرعة، السرعة الآنية والسرعة المتوسطة والسرعة الآنية والتسارع المتوسط والتسارع الآني. بنكتب القوانين هذه في صفحة واحدة عشان اللي ما فهمها أو اللي ما استوعبها المحاضرة راحت تكون قدامه موجودة تكون بشكل أبسط. أول حاجة أنا عندي قانون الإزاحة، هذه مراجعة بسيطة للمحاضرة. قانون الإزاحة اللي هو الإكس اللي هو بيساوي إكس اثنين ناقص إكس واحد، هذا بسيط، إكس اثنين ناقص إكس واحد. وعندي قانون السرعة المتوسطة، هم يرمزوا له فوق ويكون زي المتجه. السرعة المتوسطة قانونها دلتا اكس على دلتا تي، واخذنا اللي هو السرعة الآنية اللي قانونها اشتقاق الاكس بالنسبة للزمن وأخذنا هذا دخلنا في التسارع. التسارع قلنا عندي اللي هو التسارع المتوسط اللي هو بيساوي عندي دلتا في ولا السرعة على دلتا اكس دلتا تي، هذا المتوسط. عند التسارع والسرعة التسارع الآني اللي هو اشتقاق التسارع الآني اللي هو اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. وبعدين أخذنا، لا وبس وقفنا هنا، احنا اخذنا هذه القوانين بس. وعندي انا الازاحه معروف، وعندي هنا قوانين انت حاول تربط القوانين الاربعه هذه برابط معين حتضبط معك ان شاء الله. طيب انا عندي الإزاحة معروفة اللي هو اكس 2 ناقص اكس 1، بعدين عندي التسارع الآني التسارع المتوسط، والسرعة المتوسطة هي دلتا اكس على دلتا تي، والثانية دلتا في على دلتا تي، والتسارع أو السرعة الآنية اشتقاق الاكس بالنسبة للزمن، والتسارع اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. فأنت لو حفظت القانونين هذه خلاص الآنية تصير عندك بس اشتقاقها، فربطها بسيط. طيب هذه المحاضرة راحت، نبدأ اليوم في محاضرة أو في مواضيع درسنا اللي بناخذه اليوم. طبعا تطبيق ثلاثة حلينا عليه، أخذناه على المحاضرة راحت. حندخل في قوانين الحركة على خط مستقيم وبتسارع ثابت. طبعا القوانين حناخذ ثلاثة قوانين الحركة، في الكتاب جايب اشتقاقهم كيف اشتقهم، ما احتاجها أنا، بس أبغاك تعرف القانون النهائي اللي هو حناخذ الحين ثلاث قوانين، مهم انك تكون حافظها. ايوه خالد تفضل. السلام عليكم. اول شيء استاذ، كان في سؤال اللي هو كان اخر سؤال اخذناه، كان اوجد التسارع الاتي للجسم عند الزمن تي 2 يساوي 3، اللي هو بس حطينا اللي هو اي يساوي دي في على دي تي، الاي تساوي 20، بس كنت بعرف اللي هو كيف طلعنا العشرين، يعني من الـ A يساوي دي في على دي تي وطلعت العشرين. حلو، انت دحين التسارع عشان بتجيبه الآن بتشتق دالة السرعة صح؟ صحيح. ودالة السرعة كانت عندك 50 زائد 20 تي. صحيح. تمام؟ معايا؟ تمام. معايا خالد؟ معك يا استاذ، معك حبيبي. تمام، فانت عندك الداله حقت السرعه اللي بتشتقها بالنسبه للزمن اللي هي 50 زائد 20 تي، لما تيجي تشتق ال 50 ثابت
في الاشتقاق بيروح ما دام ما في تي جنبه بيصير عندي بصفر زائد 20 تي، التي هنا حتروح بواحد ويبقى لك ال 20 بس، فانت لما تشتق يجيك رقم واحد خلاص ما تعوض. وضحت عندك ولا نحلها؟ لا لا وضحت يعطيك العافيه، بس لانه انا كتبتها وجالس احاول ارجع ابغى افهمها. طب احنا كيف جبنا ال 20؟ لانه ما في تفاصيل يعني ايش سوينا وايش شلنا. يعني انت تشتق فانت ما في تي فما تعوض بشيء، خلاص انت الاشتقاق جاك رقم صحيح ما يحتاج تعويض، هو جاك الناتج على طول. اما لو جاك مثلا لما اشتقينا داله السرعه وجاك مثلا 20 تي، لا هنا لازم تعوض بالتي عشان يجيك اللي انت تبغاه. طيب نروح الحين لقوانين الحركه. قلنا يقول لك كثيرة هي الحالات الحركية التي يكون فيها التسارع ثابتا او قريب من الثبات. طيب قال لك عندما فينا تغير في الزمن يكون موقع تفكير. طيب انا اهم شيء عندي القانون في النهاية. طيب القانون الاول هذا اللي هو السرعة بتساوي ايه اللي هو التسارع في الزمن زائدا السرعة الابتدائية. هذا القانون الاول. السرعة النهائية بيساوي A في T، A تسارع T زمن زائدا V نوت. هنا مكتوب عندك معرفة قال لك المعادلة، قال لك V هي السرعة النهائية لجسم المتحرك بتسارع ثابت. ولذا طب يا شباب تسارع ثابت مو معناته صفر، حيكون رقم معين. تسارع ثابت يعني تسارعك انت ماشي مثلا بسرعة 20 كيلو متر بالسيارة وقاعد تزيد بمعدل 5 مع الزمن، فانت تسارعك ثابت 5، فانت 20 25 30 المعدل ثابت، فهذا اللي يقصد التسارع ثابت، مو يعني التسارع مختلف، انت ماشي 20 شويه 30 بعدين 50 بيصير عندك تسارع مختلف، لا هو اللي يقصده التسارع الثابت حيكون رقم يعطيك اياه هو وانت تجيبه بمعدل ثابت يكون. بعدين قال لك اللي هو الفينوت هي السرعه الابتدائيه واللي هو التي معروف زمن. هذا القانون الاول ناخذها بشكل سريع بعدين نكتبها الحين في الشاشه. القانون اللي بعده قال لي اكس ناقصا اكس نوت او دلتا اكس بتساوي نص اي تي تربيع زائدا بي نوت في تي، يعني الازاحه الاولى ناقصا الازاحه النهائيه بيساوي نص في اي تسارع تي زمن تربيع زائدا بي نوت في تي. وقال لك انه قانون البحام ما يديك الزمن، بينما يعطيك قانون الزمن، يقول لك الزمن بيساوي السرعه النهائيه ناقص السرعه الابتدائيه على التسارع. انت تقدر تحفظه اسهل لك، او انه تحفظ القانون اللي فوقك بس وتشتق منه الزمن، انه ما تبغى تحفظ على نفسك كثير بس حفظه بسيط. هذا القانون الثالث. القانون الرابع نفس الفكره، قال لك السرعه النهائيه تربيع ناقص السرعه الابتدائيه تربيع يساوي 2 في A X ناقصا X نوت. طيب نكتب القوانين دحين بشكل مفصل اللي ما وضحت معه. طيب أول حاجة زي ما قلنا أنا عندي ثلاث قوانين. أول قانون لقوانين الحركة قال لي قانون بسيط، قال لي إنه V final، حط V عشان وبالكتاب مو كاتبها عشان ما تلخبطوا، اللي هو السرعة النهائية بيساوي التسارع في الزمن زائدا السرعة النهائية اللي هو حاطه بنوت. هذا القانون الأول، القانون البسيط. ولما تيجي تعوض فيه حيكون أبسط. سرعة نهائية يعني لو يعني مثلا هو بالسؤال كيف بيجيك؟ يقول لك جسم يمشي بدأ سرعته مثلا ب 20 متر لكل ثانية خلال مثلا 10 ثواني وزاد بسرعه تسارع مقداره 10، خلاص انت عندك التسارع وعندك الزمن عندك السرعه الابتدائيه فتعوض، فيجيك الحل اللي هو السرعه النهائيه. ممكن يجيب لك يقول لك اوجد السرعه الابتدائيه فيديك السرعه النهائيه، مثلا يقول لك جسم توقف وسرعته رقم وكان تسارعه رقم وكان الزمن 10 مثلا، خلاص انت تعوض تنقل فينوت الطرف الثاني وتسوي معادله جبريه، بس هذه الصوره الرئيسيه للقانون. هذا القانون الاول. وعندي القانون الثاني يقول لي انه V
فاينل تربيع ناقصا في نوت تربيع بيساوي 2 في A. تقدر انت اذا بتسهل على نفسك تكتب دلتا اكس هي نفسها يعني كان كذا القانون يبسط عليك هو اللي كاتبها في الكتاب اللي هو V اللي هو النهائية ناقصا V الابتدائية اللي هو V final ناقصا V نوت كله يا شباب حتى هنا هذه تقدر تكتب دلتا V عشان هي النهاية ناقصا ابتدائي فكلها طبعا تربيع فكلها تؤدي نفس الغرض إذا أنت ما تبغى تكثر على نفسك رموز أو شايفها معقدة. القانون الثالث بيقول لي نفس الفكرة x ناقص x نوت x final طبعا ناقص x نوت بيساوي نص a t تربيع زائدا في نوت في تي هذا القانون الثالث وعندي انا قانون اللي هو حق الزمن اللي قلنا عليه اللي هو بيساوي عندي في ناقصا في نوت تقدر زي ما قلنا تكتب دلتا في في فاينل ناقصا في نوت على A هذه القوانين بشكل عام هنجي لها بالتفصيل حتوضح معاكم يعني لا تشيلوا هم هي بالحل حتوضح ان شاء الله بس في النهايه لازم تحفظ القوانين حل اسئلتها بسيطه يعني ان شاء الله ما راح تكون معقده ناخذ عليها امثله طيب مثال رقم 4 قال لي بدا قطار حركته من السكون تمام بتسارع ثابت وعند زمن معين كانت سرعته هنا حدد لي 30 فمعناته هذه في نوت ارتفعت بعد ذلك الى 50 في فاينل وذلك بعد ان قطع مسافه اداك اكس اوجد تسارع وقت الذي استغرقه المسافه سؤال بسيط يعني من السؤال تقدر انت تستنتج انه قال لك بدأ قطاع حركته من السكون بتسارع ثابت طيب عند زمن سرعته قال لك في زمن معين كانت سرعته اللي هي هذه السرعه في نوت 30 بعدين قال لك ارتفعت خلاص انت عارف ان هذه في فاينل بعد ذلك قطع مسافه اللي هو اكس او دلتا اكس طلب منك تجيب اللي هو التسارع والوقت اللي استغرق قطاع تصبح 30 والمسافه التي قطعها قطاع من السكون طيب شباب تراها جدا بسيطه يعني انت اهم شيء انك تفهم السؤال حتحل في النهايه اول شيء دائما تكتب المعطيات في السؤال هذا في الاسئله دي بالذات اول حاجه تكتب المعطيات واللي انت واللي استخرجته من السؤال عشان تعلم انت ايش القانون اللي بتشتغل عليه هو قال لي سرعه ابتدائيه 30 لما قال لي انه بدا او اذا زمن معين كان 30 متر لكل ثانيه طيب هذا اول شيء بعدين قال لي ارتفعت سرعته الى 50 فهذه في فاينل اللي هي النهائيه اللي هي 50 متر لكل ثانيه طيب قال لي خلال هذه الفتره هو قطع مسافه خلينا نقول اكس مو دلتا اكس قطع مسافه 160 متر طيب بالنسبه للوحدات يا شباب ترى ما راح اغير الوحدات هي ما راح اقول لك حول او لا تحول بس انت عارف ان السرعه متر لكل ثانيه المسافه متر الزمن ثانيه التسارع متر كل ثانيه تربيع الوحدات الاساسيه ما راح اغيرها لك. طيب السؤال اول حاجه قال لك اوجد التسارع رقم واحد قال لك اوجد التسارع اللي هو ايه؟ طيب غني اجيب ايه ايش القانون اللي عندي اقدر اجيب منه الايه القانون الاول ما راح يضبط القانون الاول ما في اكس القانون الاول بيقول لي انه السرعه النهائيه بيساوي التسارع في الزمن
زائد ام في نوت، يعني هذا القانون الاول أربعة. يقول لي في يساوي اي في تي زائد ام في نوت. طيب انا هنا اقدر هذه فاينل، اقدر اجيب التسارع من بالمعطيات اللي معطيني اياها؟ لا، عشان عندي متغير، عندي شيء مجهوله، عندي الزمن مو معروف عندي والتسارع، انا هذه معلوم وذي معلوم بس هذه ما عندي، فمعناته ما اقدر اجيب بقانون الاول. طيب القانون الثاني، يقول لي السرعه الابتدائيه النهائيه تربيع ناقصا السرعه الابتدائيه تربيع بيساوي 2 في A في X final ناقصا X نوت. طيب هذا اقدر اجيب منه؟ طيب نشوف، V نوت عندي في final وفي ابتدائية عندي 30 وهنا 50 وعندي الاثنين معروف، وفي X في ناقصا X نوت اللي هي 60، يعني ابتدائية كانت المسافة اللي قطعها اللي هو 0 ناقص 160 عشان بدأ من الصفر، فأنا أقدر أجيب، فما عندي إلا الـ A مجهولة. فأنا هنا أقدر أعوض. طيب لما أجي أعوض بيقول لي أنا بقى معناته بتجيب الـ A، بتطلع الـ A من الطرف الثاني، حلو؟ فأنت حتقول الـ A بس خالد. القانون الرابع، القانون الرابع ما تقدر تجيب فيه يا خالد، عشان انت ما عندك لا الزمن ولا عندك التسارع، فعندك مجهولين، فلازم يكون عندك مجهول واحد عشان تقدر تجيب القانون او تجيب المعطى. طيب انا الحين بشتغل رياضيات، بجيب بقسم على الاثنين والاكس ناقص اكس في نوت كمان بقسم عليها والفي وبنقول الطرف الثاني، يعني شغل الرياضيات، فيطلع لي القانون النهائي في تربيع ناقصا اللي هو فاينل ناقصا في نوت 2 على 2 ناقصا او اكس ناقصا اكس فاينل ناقصا اكس نوت. يعني شباب، يعني انت قسمت على اثنين، انت قسمت على هذه اثنين اكس في ناقصا اكس نوت، وقسمت هنا نفس الفكرة على اثنين اكس في ناقصا اكس نوت. طبعا معروف هذه تروح مع هذه، هاي تروح مع هذه، ويبقى لك اللي هو القانون اللي جبناه هنا. واضحة بس كيف جبناها رياضيا، ولا اشرحها بالتفصيل اذا مو واضحة عندكم، وكيف جات الاي بتساوي كذا؟ ليش قسمناها على اللي تحت؟ يمكن هنا اللي نبغى نعرفه. صوتك بعيد والله. ليش قسمناها على اللي تحت؟ عشان بس نطلع بالقانون ده، عشان حولنا الـ، عشان حولنا الـ A الجهة الثانية فصارت هذه تحت. ايوه قسمت بس كشغل جبري بس رياضيات. انت تبغى الـ A بطرف عشان بتجيبها، فالـ A مضروبة في الـ X اللي هو دلتا X، تجيبها بطريقة ثانية. شوف دقائق شباب، يا ليت ما شاء الله بس خالد اللي معايا، اللي باقي صححون بالله يا شباب. معك يا دكتور بس على قولتهم هو انقاطع، اهم شيء فاهمين بس يعني. ايه معك معك، الله يطول عمرك. طيب شباب، كيف جبنا الاي الطرف الثاني؟ بس نحطه في صفحه. انا عندي القانون في، نحطه دلتا في عشان ما نكتبها كثير وتكون واضحه. انا عندي هنا دلتا في تربيع تمام يساوي 2 اي مضروبه في دلتا اكس كذا، اظن وضحت لكم. خلاص انت عندك هذا مضروب في الاي، هذا مضروب في اثنين، فانت تيجي تقسم الاثنين هنا، تقسمها هنا، يعني هنا حتقسم على اثنين وعلى دلتا اكس، وهنا تقسم على اثنين ودلتا اكس،
فالاثنين مع الاثنين بتروح دلتا اكس مع دلتا اكس بتروح، فيبقى لك اللي هو الاي يساوي دلتا في على 2 دلتا اكس. هذا اللي اقصده الشباب لما اقول لكم اذا تخلوها دلتا اسهل لكم، يعني انت خلاص بعدين بتفكها في نوت تربيع ناقصا في اي على 2 اكس، 2 في اكس فاينل ناقصا اكس الابتدائيه. اما لما تشوفها كذا بقوس وطرح فتصعبها على نفسك، فتخليها بدلتا احسن. طيب جيب لنا القانون النهائي. خلاص دحين بس بعوض كل شيء معلوم عندي. الفي النهائيه عندي لما نجي نعوض هنا A بيساوي الفي النهائية عندي بتساوي 50 تربيع ناقصا الفي الابتدائية بتساوي 30 تربيع على 2 مضروبا في الاكس النهائيه ناقص الاكس الابتدائيه اللي هو 60 ناقص 0 قطع 160 بدا من الصفر فيصير 160. يعني دائما يا شباب اذا اعطاكم رقم واحد قال لك مثلا ازاحته كانت بالرقم هذا فاعرف انه خلاص هذه هي الدلتا اكس. فانت خلاص تضرب بالاله قول 50 تربيع ناقصا 30 تربيع على 2 مضروبا في 160 حيطلع لك الناتج 5 متر لكل ثانية تربيع. شو أهم شيء عند تليفون وحدته بس، يعني الـ A معروف إيش وحدتها، متر لكل ثانية تربيع، السرعة متر لكل ثانية، الإزاحة، لأن هذه القوانين أبغاكم تعرفوها بس ما راح أقول لك حول. طيب أنا كذا جبت التساوي المطلوب الأول في السؤال تماما. المطلوب الثاني نرجع نشوف ايش كان طالب. طيب التسارع جبناه، تسارع القطار كان 5، بعدين قال لك الوقت الذي استغرقه القطار حتى اصبحت سرعته 30، يعني يبغانا اجيب الزمن تي. طيب الزمن نرجع نكتب المعطيات اللي عندي. أنا عارف إنه عندي السرعة النهائية بالسؤال معطيني إياها 50، معطيني السرعة الابتدائية بنوت ب 30، وأنا قبل شوية جبت التسارع اللي هو بيساوي 5، وهو يبغى الزمن. يبغى الزمن عند السرعة 30. طيب شباب نحله بأي قانون عشان أجيب السرعة؟ يعني كمان هذا قانون تقدر من القوانين اللي أخذناها قبل، حتى مو لازم القوانين الحركة هذه. هذا يعتبر الأخير صح؟ لأنه يبغى التايم. صح الأخير. وتقدر انت تحله بالاخير. وفي لو تذكروا دحين انا عندي، لو نرجع ورا انت لو تربطوه ببعض تجيك سهله ترى. انا عندي مو اخذنا انه السرعه، سيبوا قوانين الحركه دحين برجع لها انا، بس مو احنا عندي انا انه السرعه بتساوي الازاحه على لا مو هذا القانون اللي هو القانون حق التسارع. تمام؟ أنا عندي التسارع الـ A، قانون التسارع مو هو اللي بيساوي السرعة على الزمن اللي هو التسارع الآني. طيب أنا أبغى الزمن، أنا عندي السرعة اللي هو طلبها في عند الثلاثين يعني آنية، فأنا أقدر أعوض بالثلاثين بمكان السرعة، وأنا عندي التسارع اللي هو 5 فأنا أقدر أعوض اللي هو التي تحت حيكون قسمة التي بتساوي تبديل اماكن اللي هو النظام التليفون المربع اللي هو A، وهنا A وتي، هنا مضروبه اللي تبغاه غطي حيجيك الثاني. فانت تبغى الزمن فيصير السرعه على
التسارع. السرعة عندي أنا بكم؟ بثلاثين، والتسارع عندي بخمسة. هيجيني لما تعويض في تعويض مباشر هيجيك ستة. فأنا جبت بدون ما أعرف قوانين الحركة، اللي هو قانون التسارع اللي نعرفه، وأقدر أجيب قوانين الحركة اللي هو زي ما قال خالد آخر قانون اللي هو بيساوي عندي اللي هو في دلتا في اللي هو تي بيساوي دلتا في على التسارع. ونفس الفكرة هو حدد لي زمن معين، يعني لو قال لك حدد لي عند 50 حصير 50 على 5، يعني تعويض مباشر. شوفوا وضحت عندكم كيف جبنا الزمن؟ الناتج هنا ستة. طيب كذا خلصنا، بقي طالب حاجة ثانية ولا أظن في مطلوب ثالث؟ هي طالب المسافة اللي قطعها القطار من السكول إلى أن أصبح سرعته 50. يعني هنا أنا أقدر أستنتج هو يبغى سرعة القطار أو مسافة اللي هو X. يعني أنت تفهم السؤال، إذا فهمت السؤال تقريبا خلاص أنت قوانين عندك تعوض فيها. عندك مسافة X، يعني يبغى X هو. قال لك القطار أبغاه من السكون إلى السرعة 30. السرعة 30 اللي كانت فوق سرعة ابتدائية رقم 3 صارت سرعة نهائية، والسرعة الابتدائية صفر. إذا قال لك من السكون فمعناته صفر. فهم السؤال يا شباب أهم من القانون اللي بتختاره، أنت تعرف فين تحل. هو قال لك مسافة لقطاع القطار من السكون اللي هو صفر إلى ما اللي صارت سرعته 30. طيب نيجي نحل على اخر يا عبد تعال. طيب شباب بالله انتبهوا للمايكات. طيب بنحل رقم ثلاثة. رقم ثلاثة قال لي إن شاء الله نلحق قبل سبع دقائق. شباب اكتبوا أسماءكم في التحضير الحين اللي موجودين، اكتبوا أسماءكم. هذا ممكن أستاذ نأخذ القانون الثالث عشان نحله. هذا ينحل كمان عند انت لا تنسى اللي جبته فوق، انت عندك التسارع خمسة وعندك الزمن لا مو عندك. فقانون رقم ثلاثة هو اللي احنا فيه. رقم اثنين ما نقدر عشان ما عندنا الزمن. طيب رقم ثلاثة نفس الفكرة ان شاء الله يكفينا الوقت. طيب نحله على السريع بس. هو قال لي نكتب القانون أول شيء اللي هو دلتا في ربيع بيساوي 2 في A دلتا X. هو يبغى دلتا X، فنفس الفكرة بتقسم على 2 A فيصير دلتا X بيساوي دلتا في ربيع على 2A. فنيجي نعوض. هو قال لي من السكون، فما دام قال لك سكون فخلاص الدلتا في هي 30، يعني حتكون 30 ناقص صفر 30 تربيع طبعا، فيكون 30 على 2. التسارع جبناه ب 5، 2 في 5 حيكون 10 زي ما قلنا تعوض في الآلة مباشر 30 تربيع
على 10 و2 في 5 بيطلع عندي 90 متر. يعني زي كذا، زي بس انت تعرف القانون اللي بتختاره خلاص هو عندك الموضوع، بس اهم شيء انك تتصور القوانين قدامك. كلها ثلاث قوانين، هي قوانين حركه اكثر من ثلاثه، هي يعني اذكر اللي اخذتها اكثر ممكن سته، وفي كمان اذا كان سقوط حر واذا كان جاذبيه ارضيه فيمكن قريب 10 توصل. طيب شباب الكل كتب اسمه؟ اي نعم يا دكتور كلهم اكتب اساميهم. طيب ناخذ بريك 5 دقائق ونجي ان شاء الله. يلا شو أعطيكم العافية، 5 دقايق ونجي إن شاء الله.